مكملين معكم صباحنا مشاهدينا، وعودة لوتيرة وأجواء العمل الإنساني ووتيرة العمل المستمرة لجمعية الشباب الخيرية على كافة دروب العطاء الإنساني. ورح نتعرف أيضا على جديد مشروع أنتم في أعيننا، وهو دار الإقامة المؤقتة للأهالي الذين لديهم حالات في مشفى الأطفال. أكيد هذا الشيء كله مع منسقة أنتم في أعيننا السيدة سالي الجنان. بدنا نصبح عليك ونقول لك صباح الخير. صباح الخير يا سالي. صباح النور. طبعا اليوم جمعيتكم هي بتشترك مع جمعيات كثيرة بالأعمال الخيرية بالعمل الإنساني اللي كانت متواجدة على الأرض ضمن خلينا نقول 13 سنة بسوريا، إن كان بالحرب إن كان بكورونا إن كان بالزلزال، دائما في وتيرة عمل عم تستمروا يعني. ولكن اليوم هو مشروعكم أنتم في أعيننا، يعني لحاله العنوان إنساني، في عطاء كتير كبير. أي حدا بيمرق من عند مشفى الأطفال بيقلموا منظر الأهالي والأمهات اللي ناطرين أطفالهم داخل المشفى وهنن بالانتظار برا، في ناس بتجي من محافظات تانية. فاليوم أنتوا رحتوا لهيك تقدموا حل بديل لحتى هدول الناس ما يضلوا برا. خلينا نحكي أكثر عن هذا المشروع. طبعا هو مشروع قديم، بلشنا فيه بالألفين صحيح؟ تمام. حضرتك مشروع أنتم في أعيننا هو بداية بمبادرة ودعم كريم من السيدة الأولى. نعم. تم افتتاح مركزنا بال 2020 بالشهر 11. تمام. هدف هذا المركز هو إيجاد مكان لإيواء أهالي المرضى داخل مشفى الأطفال. نحن مركزنا حالياً بضم 10 غرف بسعة 52 سرير، 22 رجل و30 سيدة. يعني كل غرفة كم سرير عم بيكون فيها؟ تمام، 30 سرير لقسم السيدات و22 جناح بجناح يعني فينا. تمام، هو يعني غرف مقسم تقريباً بين 4 غرف على قسم الرجال، كل غرفة بتضم تقريبا من 4 إلى 6 أسرة وست غرف لقسم النساء. عم نشوف بعض اللقطات اللي هذا هو ده. سيدة سالي، اليوم كيف أكيد عم يجي كتير حالات لعندكم وعملكم الإنسانية مستمر بالتقديم والعطاء ومواكبة كل الاحتياجات، اليوم مع هذا التزايد خلينا نحكي عن نسبة التزايد وكيف عم يتم تسديد هاي الاحتياجات المتزايدة كلها بنفس الوقت. تمام. هلا انا مثل ما ذكرت مسبقا، هلا في سعة محددة نحن حاليا لمركزنا. نحن طبعا يعني ممكن احيانا نمر بحالات مثل يعني حالات إنسانية فينا نقول، يعني هلا مثلا انا مو بس عم اقدم خدمة ايواء هون، كمان احيانا في حالات صعبة بتجي مثل بحاجة بعض المساعدات المادية او الطبية. نحن بالتعاون مع ادارتنا بالجمعية عم نحاول نغطي هي الحالات باكبر قدر ممكن. طيب خلينا نرجع شوي للمركز اليوم، هل هو عم يستوعب العدد الاهالي حاليا؟ نعم عم يستوعب، هو بيصير في ضغط ونحن بنحاول نلاقي يعني شويه بدلاء يعني. يعني نحن في عنا عفوا فرش اضافيه، نحن عم نحاول يعني نساعد الاهالي انه يتقاوا اكبر كميه. كثير مهمه الخطوه اليوم سالي، وخاصه مثل ما ذكرنا البعض او القسم الاكبر عم يكون من محافظات ثانيه، يعني اليوم الشيء اللي عملته جدا مهم يعني. ونحن بنتمنى انه تتوسع الفكره ويكون في مساعدات من الجهات المعنيه كرمال انه تاخذوا مساحات اكبر، يكون تمام. عندكم غرف اكثر لتستوعبوا هدول الناس يعني. تمام. خلينا نحكي اكثر عن القسم واختصاصياته الموجوده واستيعابه للحالات اللي عم تجي. ممكن تكون حالات كتير صعبة بدها درجة كبيرة من الاستيعاب والبال الطويل وممكن الوعي الكافي لحتى تشمل كل هاي الحالات أو تضم كل هاي الحالات الصعبة. تمام حضرتك. هلا نحن المستفيد او المقيم حسب مصطلحنا نحن لما بيجي، نحن اول شيء بدنا ناخذ الجانب النفسي لإله، يعني هو عفوا طفله جاي على المشفى مريض بحاجة علاج، حالته النفسية حتكون شوي متذبذبة، فنحن بنحاول كثير انه نهدي هذا الوضع، نكون معه قدر الامكان، نساعد يعني نفسيا قدر الامكان التخفيف عنهم. فممكن نحن كمنسقين مركز نقوم باقتراحات بمبادرات تنموية بتساعد على التفريغ، عملية التفريغ النفسي هي شوي بتساعدهم يعني
انه يخففوا من شده الحاله يعني النفسيه قدر الامكان. عم نحكي عن طفل يعني طفلك اذا بالبيت تمام بنصاب ولو بخدش بالتوتر، فكيف اليوم انت عم تقولي مشفى ورعايه كامله؟ يعني خلينا نرجع شوي لجمعيتكم ونحكي اليوم عن الانشطه. اليوم شو عندكم تجهيزات جديده؟ هل في اليوم مشاريع لكم؟ هلا بالنسبه لجمعيتنا نحن موزعين ضمن قسم تنموي وقسم خدمي. القسم التنموي عفوا بيتلخص بين المراكز الطبيه المتوزعه بدمشق ومحافظات خارج دمشق، كرفانات طبيه اللي هي مجانيه 100%، وحضرتك في مركز لتدريب وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه كمان هذا بمنطقه دمار. طيب شو عم تقدم هي الكرفانات؟ عفوا شو عم تقدم الكرفانات؟ هلا بتقدم معاينات طبيه مجانيه، ادويه مجانيه، احيانا احالات، عمليات، على حسب يعني التمويل من قبل صندوق منظمه الصحه العالميه. حكيتي نقطه كثير مهمه انه الدعم النفسي بيكون بالاولويه اول ما يصل الطفل او المستفيد مثل ما بتسموه، فورا دعم نفسي والاعتناء بحالته النفسيه، بعدين يعني هذا الشيء شوي مفقود ببعض المراكز او المشافي، فورا شوفي شو الوجع مسكن او شيء بيحمل كثير الحاله النفسيه عند الطفل. خلينا نحكي هون الاختصاصيين النفسيين قديش ممكن، اكيد اختصاصيين نفسيين يلي عم يسعوا بهذا الموضوع قديش عم يواجهوا ممكن صعوبات او حالات ممكن عم ترفض العلاج. هلا مو رفض للعلاج حضرتك، هلا الحالات النفسية بتكون صعبة شوي والطفل مو دائما بيتقبل. تمام، هلا هو من ضمن المبادرات اللي نحن بنعملها ضمن المركز بيكون في مثل لجنة طبية شاملة من قبل جمعيتنا، نحن من مركزنا الطبي بتكون منهم جانب عفوا باطني اللي هو صحة المقيم ونفسي، يعني نحن بنحاول نشوف شو هي العوامل اللي مؤدية لهذا الموضوع من ستريس مثل ما بيقولوا، يعني مو بس وضع الطفل كمان ممكن وضع اجتماعي مادي. نحن بنحاول نعالج هذا الأمور بالتعاون مع الكادر الطبي التابع للجمعية. في تجاوب أحيانا وفي ترحيب شديد كبير أحيانا من قبل المقيمين، وفي مين بيرفض بيعتبر أنه لا أنه هو ما له بحاجة هذا الشيء يعني طيب. ممكن شوي صعوبات وممكن لا. ذكرتي عن الوحدات الطبية اللي عم تتواجد ببعض المحافظات انه ممكن اليوم هي تقدم اجراء عمليات جراحية اليوم الكرفانات الطبية اليوم هاد بحاجة لدعم، يعني اليوم لتقدري انت تعملي هذا الفحص والتحويل لعملية بحاجة لدعم، اليوم هل موجود الدعم عندكم؟ هلا هو حضرتك هذا على حسب التنسيق وال هل يكون في تشبيك بينكم وبين جمعيات اخرى؟ هلا نحن احيانا ممكن اذا فوق مقدره الجمعيه كعمليات كثير كبيره ممكن نحن نتعاون مع المستفيد بانه نشبكه مع جمعيات ثانيه، يعني حضرتك بيكون في لسته عناوين نحن بنعتمدها مشان انه نساعد المستفيدين باكبر قدر ممكن. الكرفانات سيده سالية بتكون متنقله لوين ابعد حد ممكن توصل له؟ هلا هي حاليا ثابته في عندك حضرتك ضمن محافظة ريف دمشق اللي هن بسقبة، حمورية، كفر بطنة، ودارية، في ب حضرتك ب يمكن بحما في وحدة حاليا تماما هيدول هن. بالنسبة للمراكز الطبية نحن في عنا مراكز بدمشق بدمر وحي الورود، وفي المراكز الطبية بطرطوس وببيت ياشوت، ومركز علاج فيزيائي بجبلة. نتمنى لكم كل التوفيق وهيك تلاقوا الدعم اللي انتم بحاجه له كرمال تطوروا ان كان انتم في عيوننا او باقي المشاريع الطبيه الانسانيه. نورتي صباحنا سالي لليوم، وتحياتنا اكيد لكل الفريق ولكل اعضاء الجمعيه. اهلا وسهلا.